مركز البيانات اللي كنفتتحوه اليوم هو مركز تيجيب السعه ديال 1000 متر مربع لإعطاء الفرصة للمقاولات باش يحطوا التجهيزات ديالهم عندنا. هو مركز اللي تيجي تضاف باش يوصل لواحد السعة ديال 4000 متر مربع اللي كتمكن المقاولات الآن باش تحط التجهيزات ديالها في هاد المراكز المقاولات وتحرر بهذه الطريقة هذه وتخصص إعادة تصميم ديال ما يسمى بتجربة الزبناء ديالها وتخصص أيضا الابتكار وكيزول هاد الهاجس هذا ديال وضع البيانات وديال تسيير البيانات وحماية البيانات. هاد المركز البيانات هو أيضا فرصة لإنوي باش توضع آلية ديال لا ريبليكاسيون، يعني حماية أو الحماية ولا لا ريبليكاسيون يعني الباك اب ديال الكلاود اللي كاين في مركز بيانات في الدار البيضاء، وكاين صورة منه هنا في الرباط باش كتمكن من هذا الكلاود يكون عنده أيضا هذه التثنية، يعني جزء منه كاين في الرباط وجزء منه كاين في الدار البيضاء.